بسم الله الرحمن الرحيم. بدي أبين في هذا الفيديو كيف احنا ممكن نحسب المتغير واي اللي هو عبارة عن الكارن او الكاش ديفيدنس تقسيم النت انكم اللي هو التوزيعات النقدية تقسيم صافي الدخل. طبعا بلزمني مثل ما هو مبين في المعادلة اللي هو الكاش ديفيدنس التوزيعات النقدية والنت انكم اللي هو صافي الدخل. فبقول ببساطة في برنامج اكسل بحكي انه يساوي اللي هو هذا الرقم اللي هو 400,000 اللي هو عبارة عن E2 تقسيم رقم صافي الدخل وهو 7,000,000 وهو بكون في F2. بعمل انتر بيطلع عندي النسبة تقريبا يعني 6%. الآن بضع المؤشر على الزاوية هنا حتى يصير كروس وبضغط وبسحب حتى انه يحسب لي لكل السنوات. طبعا هي ملاحظ صفر لانه الديفيدنس هنا شو كانت صفر يعني فيش عندي ديفيدنس. وإذا عملنا دبل كليك هي عبارة عن A6 هذه تقسيم اللي هو F6. هذا هو موضوعنا اليوم، أرجو أن يكون واضح للجميع والسلام عليكم.